الرئيس السيسي يوجه بامتلاك أعلى المستويات العلمية والتكنولوجية لتصنيع وتجميع مشتقات بلازما الدم. جيش ميانمار يعلن حالة الطوارئ ويعتقل عددا من كبار قادة الحكومة، وواشنطن تهدد بالرد. وبايدن يدعو أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لبحث الأزمات الأمريكية. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهداً تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائماً يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس بأهمية امتلاك أعلى المستويات العلمية والتكنولوجية لتنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة جرافولد الإسبانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيد الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة. وقد أوضح السيد الرئيس لرئيس المفوضية الأفريقية أن مسار التطور في إفريقيا يبدأ أولاً وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الأفريقية، تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة. مؤكداً سيادته أن مصر لم ولن تدخر جهداً تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائماً يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها. من جانبه أكد السيد فقيه اعتماد جهود الاتحاد الأفريقي بالأساس على دور مصر بقيادة السيد الرئيس وثقلها في القارة الأفريقية، الذي يمثل الدعامة القوية للعمل الأفريقي المشترك، معرباً عن ثقته في استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا، إلى جانب صون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية، خاصة في ضوء الرؤية السياسية والتنموية الثاقبة لدى السيد الرئيس، والتي حققت قصة النجاح المصرية الملهمة خلال السنوات الماضية. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسياً، في مقدمتها الوضع في القرن الإفريقي والملف الليبي، كما تم استعراض قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث أكد السيد الرئيس مجدداً على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل. وقد أعرب السيد فقيه عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، ولواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي.
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة غريفولز الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال. وقد وجه السيد الرئيس بأهمية امتلاك القدرة بأعلى المستويات العلمية والتكنولوجية في هذه الصناعة الدقيقة والحيوية وبالمشاركة مع الخبرة الأجنبية وفق أرقى ما وصل إليه العلم الحديث في التصنيع ومراكز التجميع، وذلك بهدف توفير الأدوية التي تنتج من مشتقات البلازما لصالح الرعاية الطبية وصحة المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي للمشروع، وذلك وفق رؤية تستهدف تأمين احتياجات الدولة من منتجات وأدوية مشتقات البلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفق أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية التي تعالج العديد من الأمراض الخطيرة المختلفة، فضلاً عن المردود الاقتصادي بتوفير العملة الصعبة من خلال الاستغناء عن الاستيراد بالتصنيع المحلي. وقد تم في هذا الإطار استعراض جهات الاختصاص سير العمل بالبنية الأساسية للمشروع من وحدات ومراكز تجميع لمشتقات البلازما وكذلك التصنيع، بالإضافة إلى الشق الخاص بالتوعية والتعريف بالمشروع وأهمية مردوده الإيجابي على الرعاية الطبية للمواطنين، فضلاً عن عرض أنسب الأماكن الملائمة لمراكز تجميع مشتقات البلازما على مستوى الجمهورية وموقف التوريد للأدوات والآلات والتجهيزات الطبية الخاصة بها، حيث يجرى العمل على تجهيز تلك المراكز طبقاً للمواصفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لضمان معايير الجودة والاعتماد وفقاً لأعلى الشهادات العالمية. على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة الصحة والسكان قامت بعرض الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا وآخر المستجدات على المستوى المحلي والعالمي في هذا الصدد، وتطور معدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في السيطرة على الوضع، خاصة قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، فضلاً عما يتعلق بجهود توفير اللقاحات بالتعاون مع الجهات العالمية المختلفة وحوكمة منظومة إمدادات الأكسجين وتعزيز المخزون الاستراتيجي على مستوى المحافظات، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحالات العزل المنزلي وكذا منظومة تتبع بلاغات الإصابة بكورونا. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار المتابعة الدقيقة والدراسة المعمقة من المتخصصين لتطورات جائحة كورونا في مصر وتداعياتها حالياً ومستقبلاً، مع الاستفادة من الدروس الناجحة المكتسبة من التعامل مع الجائحة خلال الموجة الأولى، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية وتكثيف الجهود الخاصة بالحصول على أفضل اللقاحات العالمية. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ القاهرة خالد عبد العال وعدد من المسؤولين ملف تسكين أهالي المناطق العشوائية في الأماكن الجديدة وكذلك تطوير القاهرة الإسلامية، وأشار رئيس الوزراء إلى وجود خطط ورؤية واضحة لتطوير مدينة القاهرة من أجل استعادة رونقها ودورها التاريخي والثقافي والسياحي، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على نقل أهالي المناطق العشوائية إلى المساكن البديلة التي تمت إقامتها، حيث يتوافر عدد كبير من الوحدات السكنية البديلة، مطالبا بأن يتم عرض برنامج بخطة واضحة لنقل الأهالي. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس الأركان، وأيضا وفدا من كبار قائدي القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة. وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة
بما تتضمنه من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق إحدى فصول النضال الوطني التي ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة في وجدان الوطنية المصرية سيذكر التاريخ بكل الاعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره. من جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزاً لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيراً إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطني في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه، يعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك، يقدمون نموذجا يحتذى به في الالتزام والانضباط، رجال صدقت عزائمهم يبذلون أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية. أعلن تلفزيون تابع للجيش في ميانمار تولي القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد، وقال بيان للجيش إن اعتقال رئيس البلاد والزعيمة المدنية أون سان سو تشي وقادة الحزب الحاكم جاء ردا على تزوير الانتخابات. ورفع جيش ميانمار حالة الطوارئ في العاصمة ومدن أخرى، حيث انتشرت القوات في جميع الشوارع، فيما أبلغ سكان محليون انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات. وأكد تلفزيون ميانمار على فيسبوك إنه غير قادر على البث. في غضون ذلك حذرت الولايات المتحدة الجيش في ميانمار من محاولة تغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي إن إدارة بايدن ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين في ميانمار إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات والإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، مضيفة أن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على الوضع. هذا فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش بشدة باعتقال جيش ميانمار الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين. كما أضاف غوتاريش أن الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش تعد تطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لبحث الأزمات الأمريكية بحسب بيان للبيت الأبيض. وأكد البيان أن بايدن يعتزم مناقشة خطة الإغاثة من فيروس كورونا تمهيدا لتمريرها في مجلس الشيوخ. يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أول خطاب كبير يحدد فيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وذكرت قناة NBC نيوز أن بايدن سيطرح رؤيته للسياسة الخارجية التي تهدف إلى استعادة مكانة أمريكا في العالم. عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فريقا قانونيا جديد للدفاع عنه في المحاكمة أمام مجلس الشيوخ. وضم الفريق القانوني الجديد ديفيد شاين وبروس كاستر ليحل محل محاميه الخاص السابق رودي جولياني. يذكر أن إجراءات مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على العصيان تبدأ في 8 فبراير. نفذ
اتخذ الجيش اليمني هجوما واسعا على مناطق تمركز قوات الحوثي في محافظة الجوفة، وقال مسؤول عسكري إن وحدات قتالية من المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين جنوب غرب معسكر الخنجر، وحققت تقدما واسعا في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكري صابرين الاستراتيجي. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحركة. اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، وأكدت نائب رئيس المجلس مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي أن إعلان الحكومة الانتقالية سيتم في موعده المحدد. انعقد اليوم الأحد الاجتماع السادس لمجلس الشركاء متصلا مع اجتماع يوم الخميس 28 يناير برئاسة سيادة الفريق أول البرهان وحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية. اطمأن المجلس على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، واتفق الجميع على تسليم لستة مرشحي الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غدا ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المقرر. استعرض المجلس الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية، وبعد نقاش حولت الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، وذلك عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة، وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع يوم الخميس الرابع من فبراير 2021. دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي التونسيين إلى الانتفاضة ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي باعتباره يمثل ديكتاتورية الإخوان. واعتبرت موسي أن ما يحدث في تونس هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية في العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم. وفي لبنان تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة طرابلس شمال البلاد بعد هدوء لم يستمر طويلا، وألقت عناصر أمن قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس لتفريق المتظاهرين، ألقوا الحجارة على المقر الرسمي. وتحدثت مصادر طبية عن تلقي 10 متظاهرين العلاج، عانى معظمهم من صعوبات في التنفس. وجاءت التظاهرات على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا والمستمر حتى 8 فبراير الجاري. إذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف 17 شخصا من قبل دورية من مديرية المخابرات، وذلك لقيامهم بأعمال شغب وتخريب خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس في الأيام القليلة الماضية. وقال بيان للجيش إن الموقوفين قاموا بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سرايا طرابلس. أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 9 أشخاص في هجوم على فندق في وسط مقديشو تبنته حركة الشباب الإرهابية. وقالت الشرطة الصومالية إن القوات الأمنية أنهت الحصار الذي فرضه المسلحون على الفندق، مشيرة إلى أن الهجوم بدأ بانفجار سيارة مفخخة أمام مدخل الفندق قبل أن يقتحم المسلحون المبنى. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 343 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة
وتمام شفائهم. وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 533 حالة جديدة تبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 53 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 165,951 حالة و 9,316 حالة وفاة. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركة أسترازينيكا ستسلم الاتحاد 9 ملايين جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي جرعات اللقاح التي ستتسلمها دول الاتحاد إلى 40 مليون جرعة. هذا وأوضحت فون دير لاين في تغريدة لها على تويتر أن الشركة البريطانية التي تنتج اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ستوسع من قدراتها التصنيعية في أوروبا، وذلك بعد خلافات على توريد جرعات اللقاح التي ستحظى بها دول الاتحاد الأوروبي. اقترب عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية من أعلى مستوى له منذ 9 أسابيع مع إغلاق البلاد لحدودها أمام السفر غير الضروري من وإلى جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي. ويعالج في المستشفيات بفرنسا حاليا 27,613 مصابا بكورونا، بارتفاع 331 مصابا عن يوم أمس، في أعلى عدد منذ الأول من ديسمبر الماضي. ولم يفرض الرئيس إيمانويل ماكرون عزلا عاما شاملا للمرة الثالثة، لكنه شدد القيود على الحدود وأغلق مراكز التسوق الكبيرة وعزز فرض حظر التجول الليلي. لجأت بعض الدول إلى إعادة فرض الإغلاق من جديد وسط تنامي القلق من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، حيث منعت فرنسا دخول المسافرين إليها من خارج الدول الأوروبية، كما تؤكد تقارير ألمانية تمديد إجراءات الإغلاق حتى أبريل. المزيد في هذا التقرير. وسط القلق المتنامي من تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا، تتزايد قرارات إغلاق الحدود حول العالم على أمل السيطرة على انتشار الفيروس في ظل البدء في عمليات توزيع اللقاحات. ففي فرنسا لجأت الحكومة إلى إغلاق الحدود أمام جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء الرحلات الضرورية، مع العودة إلى الإجراءات المشددة مثل إغلاق المراكز التجارية الكبرى وفرض حظر جزئي على التجوال. كذلك تتجه ألمانيا إلى تمديد إجراءات الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا إلى شهر أبريل، بعدما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن البلاد تحتاج من 8 إلى 10 أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة، وهو ما أكده أيضا وزير الصحة الألماني يانس سبين الذي حذر من أسابيع صعبة، خاصة مع تصاعد التوترات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانية. وفي الولايات المتحدة أصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أمرا يلزم بوضع الكمامات للوقاية من انتشار وباء كورونا في كل وسائل النقل العام تقريبا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما شددت كندا القيود على الوافدين إلى أراضيها والتدابير التي تهدف إلى عدم تشجيع السفر بهدف الحد من تفشي النسخ المتحورة من الفيروس، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو. اعتقلت شرطة بروكسل العديد من الأشخاص ممن شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها ضد الإجراءات الرغمية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا، وبحسب وسائل أعلام بلجيكية تم توقيف حوالي 200 شخص لمحاولتهم الانضمام إلى احتجاج على القيود المطبقة في البلاد من أجل مكافحة الفيروس، مثل حظر التجول في 9 مساء أو إغلاق الحانات والمطاعم. الآن وقفة مع أخبار الرياضة.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ في وقت لا تزال جائحة كورونا تفرض قيوداً على حركة ونشاط البلدان حول العالم. جاء ذلك خلال حضوره المباراة النهائية لمونديال اليد بين منتخبي الدنمارك والسويد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة. وأضاف مدبولي أن مصر اجتازت اختباراً حقيقياً بتفوق، وشهد بذلك بعثات الدول المشاركة في البطولة. وأشاد رئيس الوزراء بالأداء القوي المشرف للمنتخب الوطني لكرة اليد الذي أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه. احتفظ منتخب الدنمارك لكرة اليد بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي عقب تغلبه على حساب السويد بنتيجة 26-24 في اللقاء الذي أقيم بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية. واستطاع المنتخب الدنماركي الحفاظ على لقبه بعد الفوز بلقب نسخة 2019 كما فاز باللقب للمرة الثانية في تاريخه. اقتنص حامل اللقب ليفربول فوزا ثمينا على مضيفي ويست هام يونايتد 3-1 ضمن الجولة 21 من البريمير ليج، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في الدقيقتين في هذا اللقاء، ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة ليرتقي للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة وراء الثاني مانشستر يونايتد، فيما بقي رصيد ويست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس. الآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الاثنين نهاراً دافئ على القاهرة والوجه البحري والشمال وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية النشرة، وهذه تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يواجه بامتلاك أعلى المستويات العلمية والتكنولوجية لتصنيع وتجميع مشتقات بلازما الدم. جيش ميانمار يعلن حالة الطوارئ ويعتقل عددا من كبار قادة الحكومة، وواشنطن تهدد بالرد. وبايدن يدعو أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لبحث الأزمات الأمريكية. في الختام نحيط علم السادة المشاهدين أن تردد إكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل استقطاب رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.